قمر مش عارف شو تسوي تستفيد صحبك ينهوي تفهمني غلط انا مش ضدي هوي بس اللي شفته عم ضوي واحد مخلع كل اسنانه الا نيابه راح قدم على وظيفه عينوه خرامه واحد خليجي دخل على حلاق طلع اصبع ليش كل ما يقول له كيف نحلاق يقول له والله ما قصر واحد نذل وهو بنازع بوسط اولاده تنادلوا يابا قد ما تقدروا تنادلوا قد ما تقدروا اجى يتشاهد سكروا فمه